السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ الحمد لله، وكنقولوا دائما الحمد لله والشكر لله. كي بقيتوا مع تمارة ديال العيد شويه؟ يبقى الحمد لله يا رب. اليوم غدا نرجعوا للطويجين ديالنا، دائما كنمشيو نرجعوا للطاجين. اليوم غدا ندير العنقره على العشاء. انا ديما اغلبيه الوقت كندير العشاء، بس ولادي هنا خدامين وكل شيء خدام، ما نقدرش نطيب عير بوحديتي. بسم الله. هنا درت واحد شويه القزبر معدنوس، انا ندير معكم العنقره اليوم. بسم الله. هلا نوريلكم النصيب ديالها. غندير عيب البصله والزبيب. هلا هنا راه شديت واحد جوج طومات وبصله، انا شاولتهم هنايا. سمحوا لي، انا كعرفتوني كنبغي نحيد كل شيء. هنا ندير غير شويه الزيت بس كره العنقره. اوب، العنقره فيها الزيت. هنا حسب معلقه صغيره ديال سكينجبير، خرقون بلدي معلقه صغيره، بزارعين نص معلقه صغيره. الملح انا كندير عيني ميزاني، شويه الملح حسب معلقه. غندير واحد العويد القرفة، هانتوما هي. صراحة المشاهدين ديالي ما كاينش بحال اليد. انا كنبغي ندخل العطرية، ما تضحكوش عليا، انا هاكا كنخدم بيدي. صراحة راه ما كاينش بحال الخدمة ديال اليد، يعني كتشرم الحاجة كيدخل هذاك العنقرات كيدخل ليهم. شوفوا لا علاقة بين نبقى ندير بهذيك المغرفة ديال العود. هنا هانتوما يا. وغادا نزيد واحد نص كويس الماء ضروري مع ما كتحرقش مش العطريه. دائما نزيد واحد نص كويس الماء ملي كديروا الطويجين. انا غنشعل البوطه ونحطو يتقلى ونرجع باش نصيب معكم البصله. متتبعين ديالي، انا درت الطاجين يتقلى. هنا عندي الزبيب، ديروا اللي بغيتوا. انا درت غير واحد حساب نص كاس، انا غنرطبو بالماء ونحطو. وهنايا غندير واحد حساب كيلو ونص ديال البصله. كلشي كيعرف ينقي البصله. انا المهم ديال المشاركه معكم العنقره، كل واحد كيفاش كيدير لها الطياب ديالها. انا كنبغي نطيبها كل عام، كنطيبها هكا بصله وزبيب. كتجي زوينه. متتبعين ديالي، انا غنفيني هاد البصله وارجع معكم. هانتوما هي، انا نقيتها وغسلتها. انا غنوريكم واحد الطريقه ساهله، كما تبقاو هكا كما تبقاو تقطعوها هكايا على هاد الشكل هكا، ما تبقاش تدين في يديكم، ديروا دعاها هكا كتجي زوينه. ما تشد لكمش الوقت. هانتوما هي، تعجبني على الطريقه، كتجي زوينه في الطاجين. دغيا دغيا كتساليو معاها. العيالات انا ديما كنجيب لكم الحاجه اي سهله. انا كيما ما كنبغيش، انا كنعي يديا ونعي راسي، ما كنبغي لكم شتوما العيا. هانتوما هي، هانتوما غنسالي هذه كلها هكا. انا غير هكا تقلبوها، سيرتو المبتدئين المبتدئات ما فيهم ما يبقاش يدوا البصله ويقطعوا هكاك. هذه القضيه سهله. ها انتما تفركوها في يديكم هكايا، انا غنكملها كلها ونرجع معكم. ها انتما، انا نقيت كاع البصله كلها،
انا نديرها قدامكم هنايا. ساهله تقطعوا حتى 4 كيلو 5 كيلو ما تلحقش حتى 2 دقائق 3 دقائق انتم مصايبينها، وكتجي رقيقه وكتجي زوينه البصله هكايا. انا شاركتها معكم. وهنا الزبيب انا درتو يترقد، وغادي ندير شويه اللوز ثاني نسلقو. هذا اختياري اللوز اللي عندكم ديروه، ما عندكمش ما ديروش، كيجي زوين في الطاجين في الاخر حتى كتحطوه فوق الطبسيل. انا غنجيبو نصايبو هنايا هانتوما يا هلا الطاجين حطه كيطيب. واحد الريحه واعره. مع ديك القرفه طلقات ديك البنه ديالها، وصدقوني ملي كتجيبوا العطريه جديده كتكون جديده العطريه كتجي زوينه دائما في الطاجين. انا ما غاداش نبقى نحرككم والو، نخليه يتقلى على خاطرو هنايا. ها اللوز هو درتو كيتسلق، هو عاد شعلت عليه البودره بقي بارد، ونرجع معكم ان شاء الله. العين ديالي هانتوما انا درت الخبز كيتعجن مع هاد يومين ما عجنش. الخبز ديالي راكم عارفينو، كندير فيه الفرينه، كندير فيه السميده الرقيقه، كندير فيه الزرع، شويه الخميره، الملح، الزيت، شويه ديال الحليب ديال البودره، راكم عارفين، شويه السنيده او العسل. فوالا هانتوما الكاس ولا ماشين. انا راه من المحبين ديال الخبز، ما يمكنش نجلس بلا خبز، هذه راه امبوسيبل غير لا كنت عيانه عيانه. انا ما عنديش المشكله مع الخبز، العجين ديال الخبز ما عنديش المشكله معاه، زعما دغيا نعجن الخبز ما لا بلا ما تبقاو تضعوا في راسكم تكوروا. انا كنعطيكم غير الحاجه السهله. هذه غادي نجيب الاخرى باسكو هذه صغير عليها. هانتوما احبائي الكرام نرجع معكم. هانتوما انا رجعت معكم، انا قرصت هذه، ها هي ها وحده كبيره، ها الثانيه وها الثالثه. انا غندير ملي نخمرو نطيبهم في الفران ديال الضو. عيب انا ولادي راه ما كيبغوش الخبز ديال الزنقه، راه غير لك عيانه عيانه عاد كنشري الخبز ديال الزنقه. انا هذا كنعجنو وكنقطع منو كنديرو في الكونجيلاتور. كتدخل هذيك طياب في العنقره، انتما انا قلبت شويه هكايا راه بدات كتدخل. انا غندير ديك البصله، بسم الله. شوفوا كي جات مقطعه هكايا. انتما ديروا علاش قدي انا ولادي كيبغوا البصله، راه كتشرب واخا كطيح واخا كديروا بزاف هاد البصله هكايا. ندير فوق منها الزبيب. السكر ديروا على القياس ديالكم. هانتوما انا غندير هاد الزليفه صغيره على حساب كاس كاع ولا نص كاس، ديروا على حساب الحلاوه ديالكم. كاين اللي انا كنبغي شويه هانتوما كاس راه ما درتوش كله، واللي فيه الديابات ما يديرش السكر. القرفه انا غندير غير شويه القرفه مطحونه هكايا، كتجي واحد النسمه زوينه ف فوق البصله والزبيب. ضروري واخا درنا داك العويد ضروري من غير شويه بحال حساب نص معلقه صغيره صافي. وغنسد عليها راه غادا طيح هي بوحديتها، ملي طيح ديك المرقه راه غادا تطلع الفوق ونسقيها من بعد. راه ناقص البوط على هانتوما يا شوفوا ناقصه، خليها تطيب على الفاخر. الكرام ديالي انا اللوز هاو سلقته، انا غادا نقيه من بعد ونقليه. وهنا شلاضه راه غادي ندير شلاضه عاديه ديالي، غادي ندير مطيشه خيار خيزو، غادي نديرو غابي غنطحنو في ديك الماكينه، ولا سلاد فيرت، وغنزيد بصيله. هادشي اللي كاين ديالي غنشوفو البصله والزبيب فين وصلات. انا ما بغيتش ندير حتى شي حاجه تنوري لكم. هانتوما يا راه طاحت وصلنا ما شاء الله، يعني كتبدا هي تطلق داك الماء ديالها كتهزو كتسقيو هكايا شفتي. انا ما كنقيسهاش كتسقى راسها، ها هي كطيب، وملي طيب راه نوري لكم الفينيسيا كلها. متتابعي الكرام ديالي انا رجعت معكم، هاد الطويجين ها هو طاب، راه ما نقدرش نقول لكم ما شاء الله جا غزال.
شوفوا ها هويا، انا ندير معكم تقديم. هاللوز هو قليته، انا باش نقول لكم راه حيت ما كنحطش في الطبسيل كبير، هنا راه كل واحد كيبغي كل واحد طبسيلو. هذاك الشيء علاش راه حطيت الطبسيل دابا، وغادي نحط كل واحد طبسيلو. انا كتجي الريحه ديالو واعره، انا غير بغيت ندير معكم الشكل النهائي. كنشد اللوز كنحطو هكا، هذا ديروا لا سلطة اللي بغيتو نتوما، يا نتوما عندكم الاختيار. ها هي شلاضة، تتبعي الكرام ديالي ها نتوما، هي حار بصلة والزبيب والعنكرة، درت فوق منها شويه اللوز، راه كتجي واعره المريقه، كتجي خاطره. هنا درت معها شويه شلاضه، ديروا الثومه اللي بغيتوا، الشلاضه اللي بغيتوا ديروها ديروها. ها الخبز كما وريت لكم راه كيجي واعر هنايا، ها نتوما شوفوا كيجي واعر من دلوك غزال. ها كنعجن الخبز دائما الا كنت عيانه، عيانه هو اللي ما كنعجنوش. احبائي الكرام، الى عجبكم هذا الطاجين ديال العنقره والبصله والزبيب واللوز، ما تنساونيش باللايكات ديالكم وجيم. ميرسي بوكو، ميرسي.